تحتفل دولة الكويت في 25 من فبراير من كل عام بالعيد الوطني في ظل إنجازات وطنية تحققت على كافة الأصعدة وعلاقات تاريخية متميزة تجمعها مع الدول الشقيقة والصديقة، تتوجها العلاقات البحرينية الكويتية التي تنفرد بصفحات مضيئة وتاريخ ينفرد بوحدة المصير والأخوة. تزدان دولة الكويت بما حققته من إنجازات سياسية واقتصادية وإنسانية في عيدها الوطني الذي يصادف 25 من فبراير كل عام. محطات مفصلية شهدها تاريخ الكويت منذ أن أشرق فجر الاستقلال وحتى اليوم. أعوام متلاحقة سطرت صورا من التضحيات والبذل والعطاء تعبيرا عن الانتماء والاعتزاز بالوطن. اليوم ها هي الكويت تظهر إلى العالم بأبهى حلة احتفالاً بالذكرى 57 بعيدها الوطني، والذكرى 27 لتحريرها، والذكرى 12 لتولي حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت رجل الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم. الكويت تشهد أجواء احتفالية اليوم تستعيد فيها الذكريات المجيدة والتاريخ العتيد، وتطل على العالم بنهضة حضارية وثقافية واقتصادية وسياسية رائعة كانت وستظل إلى الأبد محط إعجاب ومحل إشادة من العالم أجمع. فالكويت تسير من نهضة إلى نهضة ومن تقدم إلى تقدم حتى أصبحت في طليعة البلدان المواكبة للتطور وتمتلك ثقلا ودورا محوريا في الأوساط الإقليمية والدولية. ما حققته الكويت من إنجازات هو مدعاة للفخر خليجيا وعربيا وإقليميا، فقد سعت إلى انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة، أمسكت العصا من النصف كما يقال، وأخذت على عاتقها مسؤوليات جسام، فأخذت من الصداقة والسلام مبدأ لسياستها وبالتنمية والرخاء لشعبها هدفا لها. استطاعت أن تقيم علاقات متينة مع الدول الشقيقة والصديقة بفضل سياساتها الرائدة ودورها المميز في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم جهود المجتمع الدولي نحو إقرار السلم والأمن الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية والتعاون الإقليمي والدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة عدم الانحياز. وفي سياق العلاقات الأخوية التي تربط الكويت بشقيقاتها، فقد تميزت العلاقات البحرينية الكويتية الأخوية بأبعادها التاريخية الاجتماعية في ظل قيادتي البلدين ومواقفهما المشتركة تجاه جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. فهناك تاريخ طويل حافل ينفرد بعلاقات متميزة وراسخة بوحدة الهدف والمصير وأهمية العمل المشترك بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين. كما حرصت الكويت منذ استقلالها على تقديم المساعدات الإنسانية وأن تكون حاضرة في كل محفل تنادي فيه الإنسانية وتطلب المساعدة، لتكون هذه السمة من سماتها الأصيلة، حيث تم منح أمير دولة الكويت لقب قائد العمل الإنساني في سبتمبر 2014. تستمر مسيرة العطاء لصاحب السمو أمير دولة الكويت، حيث يعمل جاهدا لجعل الكويت منارة اقتصادية بارزة ومنبعا للديمقراطية في ظل خطة تنموية لبناء مشاريع حيوية تنهض بالكويت وتحولها إلى مركز مالي تجاري مع تنويع مصادر الدخل. وفي كل تجمع وطني يؤكد سموه بأن الكويت واح يعيش على أرضها الجميع، وطن للتسامح والمحبة والإنسانية، لا مكان فيها للتعصب والطائفية والخلافات. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.